البيطري. صحة الحيوان في علاقة بحياة الإنسان في برنامج مع البيطري على الحياة FM. عسلامة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي برانشين معنا على 90.3 إذاعة القيروان للصحة، برنامجكم مع البيطري اللي كل مرة نختاروا فيه موضوع معين باش نحكيوا عليه. وكان تبعتونا المرة اللي فاتت حكينا على الطيور امتاع الزينة اللي احنا نجم نربيهم في الدار، حكينا شنو يزمنا انها يقولهم وكيفاش علاقتهم مع الصغيرات امتاعنا. اليوم باش نكملوا نحكيوا في الموضوع ده مع الأمراض اللي تنجم تصيب الحيوانات ذي، هذا الكل أكثر بالطبيعة باش نحكيوا فيه مع الدكتور البيطري صالح الشهيبي. عسلامة، مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بكافة مستمعي اذاعه الحياه تافهه. دكتور صالح، باش نتواصلوا في الحديث نتاعنا على الطيور اللي نجم نربيوها في ديارنا. انت المره الاخرى قلت لنا كيفاش نهيئوا المكان ويزمنا نستحفظوا عليهم لو ماكسيموم بوسيبل، خاطر هما حيوانات سنسيبل شويه، معناها مش كيف الحيوانات العاديه كالقطاطس والكلاب. دونك انت وريتنا كيفاش نستحفظوا عليهم، لان فما توا خاصه بردت الدنيا فما امراض تنجم تصيب الحيوانات هذه، ودجا الحاجه المعروفه برشا هي انفلونزا الطيور، تنجم تصيبهم الحيوانات هذوما الصغار معنا. طبعا طبعا بالنسبه للانفلونزا الطيور اللي تمس كافه الشرائح نتاع الطيور، دونك ينجم تسبب في نفوخ العصافر، دونك كيما تنجم يكون حامل للفيروس لكن ما يصيرش النفوخ نتاعو، دونك هو مصدر للعدوى ينجم يكون مصدر العدوى. هذاك علاش دكتور صالح دو بريفيرونس ما نعملوش انكومبرومون في القفص برشا عصافر، كوبل ممكن اما اكثر من هكا يولي مش باهي برشا. طبعا لانه وقت اللي تصير عدوى نتاع مرض على الاقل النجم يقع عزلهم والاصابات ما تكونش كبيره. الإصابات ما تكونش كبيرة به. شنو هي الحاجات الأولية اللي نجموا نعملوها كي ندخلوا عصفور لدارنا، معناها بالطبيعة باستشارة الطبيب البيطري، شنو الحاجات اللي يعطيوهم لنا معناها باش نحميو العصفور نتاعنا اللي في الدار؟ طبعا ثم هو الطبيب البيطري نجم يقوم يعطينا النصيحة اللازمة ويعطينا الحاجات اللي لازم تتعمل بما فيها لي فاكسان الأساسيين باش نتفاداو ثم أمراض فيروسية نجم تصيب العصافر كما تصيب في الدجاج تصيب العصافر، دونك النجم نحميهم بالتلقيح اللي كما قلت لك الطبيب البيطري نجم باستشارة الطبيب البيطري يقوم ب معناها يعطينا الحاجات اللازمة اللي لازم نعملوها للعصافر اللي عاد. خاصة معناها لي فاكسان هما لي فاكسان ما يتدقوش كيما الواحد يتحطوا هما في الماء هكا ولا هما أغلبية التلقيح بالنسبة للدواجن بصفة عامة والطيور تكون معناها تتحط في الماء، فهمت؟ دونك سهل الاستعمال نتاعها، ما كيما قلت لك يلزم الاستشارة نتاع الطبيب البيطري اللي هو الوحيد المخول باش ينجم يعطينا الحاجات اللي يلزم تتعمل. فما نوع متاع أمراض نجم نشوفهم بالعين المجردة هكا ولا، فما أنواع متاع أمراض أخرى نجم يكون داخلين بطبيعة إلا بعد الاستشارة متاع طبيب البيطري. هيت نحكيه شوية على الأمراض اللي نجم نشوفوها بالعين المجردة. طبعا هما ثم علامات يعطيونا معناها يدقوا ناقوس الخطر كما يقولوا فيها، ويخلينا معناها نفيقوا اللي الحيوان متاعنا مريض باش على القليل النجم هزوه للطبيب البيطري مادام مازال كيبدا في المرض نتاعو. دونك بصفه عامه الامراض اللي تصيب الطيور هي الامراض اللي تصيب الدواجن بصفه عامه مرتبطه خاصه وين نحطوه المكان اللي حاطينه فيه، دونك اللي حكينا عليه الحصه السابقه. دونك من اهم الحاجات احنا كنحطوا الحياه العصافر نتاعنا في بلاصه لازم تكون مهويه، لانه الندى يكون فما ندى ويكون واحد، دونك مش يصيب مباشره الجهاز التنفسي نتاع الحيوان. دونك والعديد من الامراض الجرثوميه كلك سواء بكتيريا او فطريات او فيروسات نجم تصيب الجهاز التنفسي، كيما زادت نجم تخلق نوعيه من الحساسيه اللي هي خاصة تكون البلاصة اللي حاطينه فيها ما هيش مهوية ما تدخلهاش الشمس، دونك هذا كل يرجع على الجهاز التنفسي متاع الحيوان وينجم يؤدي إلى إصابة سواء على مستوى معناها إصابة حادة نجم تصير النفوخ متاع العصفور أو تخلف مخلفات على مدى تولي مزمنة وتخلف لنا مخلفات في جسم الحيوان متاعنا،
ووقتها ما عادش نجمو ما نجمو نعملوا له حتى شيء يعيش مسكين يعيش الحيوان هذاك يعيش مريض على طول. تو كي يبدا مثلا هو الداخل الحيوان هذا وتو فيو نتاع الشتاء وبرد كل شيء ما يسالش كي يبدا نهار هكا مشمس شويه نخرجوه لبرا يشم الهواء كيما نقولوا يتشمس. طبعا هو كان نشوفه كان نلاحظه في المغرمين بتربيه العصافر ديما الصباح تلقاه قدام المحل نتاعو الحانوت نتاعو ولا قدام داره والا تلقاه يعلق القفص. اول حاجه يعملها بعد ما يحل الباب هو انه يعلق القفص يخرجوا للشمس. دونك مهم في بالطبيعه لازم يكون طقس باهي ما فماش يريح. هما عملوها راه بطريقه عبطيه كيما نقولوا اما هي راهي صحيه او ميم طون الحكايه اللي يعملوا فيها. طبعا هي صحيه لانه الكائن الحي بصفه عامه يحتاج للشمس يحتاج للدفء ويحتاج بالطبيعه في ظل عدم وجود تيارات هوائيه اللي هي تنجم تصيب الجهاز التنفسي. معناها بعدوه على الكورونتير زاد. فوالا دونك عندك امراض تصيب الجهاز التنفسي وتنجم تولينا مزمنه عند العصافر. دونك هي بصفه عامه اللي تتسبب فيها هو سوء التهويه كما كنا نحكيه تلقاه المكان نتاعو ماهوش مهوي. وإلا وجود عدد كبير من العصافر في قفص في نفس المكان في نفس المكان ولا في مكان مغلق. دونك وإلا زاد ينجم يكون الطقس بارد دونك يتعرض للتيار هوائي دونك يصيب الجهاز التنفسي. من العلامات طبعا مش تكون هي ضعف فقدان الشهية كما حكينا في الحصة السابقة. أي تزيد ذكرنا كيفاش نلاحظوا فقدان الشهية متاع العصافر متاعنا كيفاش نفقوا بهم؟ نفقوا بهم من العلافات اللي نحطوا فيها على الماكلة متاعهم. إذا كان النيفو متاعها ما طاحش دونك كيما حطيناه ديجا تلقانا تكون ترانسبارونت ماذا بينا لأنه باش نعرفوا النيفو وين حطينا احنا. إذا كان ماكلاش مش يظهر اللي هو لا ميم كونتيتي بقات دونك نلاحظوا عليه فقدان الشهية لهنا. فقدان الشهية دونك فما افرازات تنجم تكون موجوده في الجهاز التنفسي دونك في الانف نتاعو في الفتحه نتاع الانف عينيه زاد نحسها عينيه تدمع دونك باش تلقى العينين نتاعو تدمع دونك ينجم يكون زاد النتف الريش تلقاه منتوف دونك معناها حتى لين الجلد نتاعو ساعات نحسه نشوفه الجلد نتاعو ظهر تلمو معناها طاح منه الريش نتاعو اي منتوف الريش نتاعو دونك تلقى زاد العصفور يبدا يضعف دونك هذه الخطر على مستوى معناها مزمن يولي تلقى العصفور زاد تلقاه اللوطه في القاعه نتاع القفص ما تلقاش مع وين الفوق وين محطوطه الماكله نتاعو يقف عليها دونك تلقاه اغلبيه راقد اللوطه دونك محطوطه على القاعه نتاع القفص دونك مهمه اذا كان شفنا العصفور نتاعنا ما يطيرش في وسط القفص دونك ثم اشكاليه فهمت. دونك بصفه عامه باش نتفاداو الاصابه نتاع الجهاز التنفسي خاصه ماذا بينا نهويو ما نعملوش كومبورمون في القفصات ولا في البلاصه هذيك ونحلوها للشمس البلاصه اللي مش نحطوه فيها. كيف اذا كان لاحظنا العلامات هذوما نتصلوا بالطبيب البيطري اللي هو على قليله نجمو ياخذ الحيوان نتاعنا ياخذ العلاج نتاعو في اقرب وقت في اقرب وقت شيء مزمن وبحول الله بصفه عامه في ظرف اسبوع من استشاره الطبيب البيطري ويعطيه الحاجات اللازمه يتحسن الحاله نتاعو. هذا بالنسبه للجهاز التنفسي. دونك عندنا الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي عندنا ساعات نلاحظوا اسهال هكا ولا على الحيوان هو حاجتين عندك الاسهال وعندك الامساك الزوز ينجم يصيبوا العصافر اللي عندنا. دونك نبداو بالاسهال. الاسهال دونك مش تلقاه وين الواحد تلقاه ثم زوز انواع من الاسهال ثم مش تلقى اسهال لونه ابيض ثم الاسهال اللون نتاعو اخضر دونك كل حاجه تختلف لهنا وكل حاجه تدق نقص الخطر نتاع مرض معين هكا طبعا ولا. طبعا لانه في انت والمتسبب فيها لانه فيروس لانه بكتيريا لأنه ولهنا كما نرجعوا لاستشاره الطبيب البيطري لانه على قليله نحاولوا نداويوا الحيوان نتاعنا ما دام مازال كيبدا المرض. دونك عندك الاسهال كما قلت لك الاسهال الابيض واللي هو خطير ومعدي
هذايا اخطر من النوع الاخر، اخطر من الاسهال لونه اخضر. دونك لهنا مش تلقى بصفه عامه المفاصل، المفاصل نتاع الحيوان في المرض هذه باش تلقاها متورمه منفوخه. دونك تشوف في المفاصل تلقاها منفوخه وركبته معناها في المفصل تلقاه في في بين الـ 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 في في الجناحات نتاعو والكل وين موجود المفصل تلقاه منفوخ منفوخ. دونك لهنا هذا مرض خطير، دونك ماذا بينا نتصلوا بالطبيب البيطري. كيف كيف زاد في الاسهال لونه اخضر زاد كيف كيف، مش تلقاه في الحيوان في في الحالتين مش تلقاه يفقد الشهية، نرجعوا لفقدان الشهية. لهنا تلقاه يشرب برشا ماء، يشرب برشا ماء. دونك لهنا شفت غير العادي المعتاد، هذا غير المعتاد. وهذاك علاش ديما نحكيو على ماذا بينا تكون جراديوي ترقيم المشارب اللي يشرب فيها، ديما تكون جراديوي اهميه ترقيم. وكي نحطوا الماء احنا ديجا نحفظوا النيفو وين حطينا الماء. اذا كان رينا شرب ماء غير عادي في فصل الشتاء كما هكا وشرب الماء بشكل غير عادي، يعني ثم اشكاليه مع وجود الاسهال، ثم اشكاليه. دونك ماذا بينا نتصلوا بالطبيب البيطري باش على القليله نشخصوا المرض على بكري ونجموا نداويو الحيوان نتاعنا، وخاصه كان عندنا حيوانات اخرى معناها باش ما يتعداوش. صحيح. ولهنا يلزم اول حاجه نعملوها في الواحد هي عزل الحيوان. ديما اي حيوان نلقاوه مريض، اي طير نلقاوه مريض نعزلوه، نعزلوه وحده باش ما يعديناش البقيه. ولهنا من سبل الوقايه ايضا باش ما تمسش الاخرين، لان كي نحكيو على الطيور ديما نحكيو بالعدد الكبير. دونك باش ما تمسلناش البقيه، العلافات والمتاع الماء نعملوا لهم نغسلوهم بشويه جافيل وشويه دونك مطهرات تطهير الادوات هذوكم نتاع المساقي والغذائيات هذوكم. والاغذيه نتاع القفصات زاد النظافه لازمها تكون نظيفه بالطبيعه. الافرازات الموجوده في الاسهال فيها كل سواء فيها البكتيريا والا الفيروس ينجم ينتقل للحيوانات اللي عندنا الاخرى، الحيوانات الاخرى الموجوده عندنا. هذه بصفه عامه الامراض اللي تنجم تصيب، نجم تصيب الجهاز الهضمي. الهضمي دونك ثم زاد عدوى الباستوريلوز زاد هذايا كيف كيف، الريش تلقاه منفوش ديجا. لكن لاحظوا الريش منفوش، اول حاجه يلزمنا نتصلوا بالطبيب البيطري. معناها بالحق راهي علامة خطيرة على الاخر، علامة خطيرة وما هيش واحد. ماهيش عادية، ماهيش حالة عادية. هو يقولك في فصل ما نعرفش في فما فصل في الربيع تقريبا يقولك يبدل الريش نتاعو العصفور. ثم انت ونوعية هذيك حاجات عادية مش الكل. ثم نوعية من الطيور اللي تبدل ماهيش الكل، فهمت؟ احنا ديما نحكيو على الحاجة الغير عادية، غير عادية، غير عادية. دونك نرجعوا للأمراض اللي تمس الجهاز الهضمي. عندك الامساك كما قلنا الاسهال، ثم الامساك. الامساك بصفه عامه مش تلقاه الحيوان يخرج الفضلات نتاعو بصعوبه، بصعوبه انت. دونك ثم المعده زاد تلقاها منفوخه شويه، وهذه بصفه عامه ناتجه على نوعيه الطعام اللي نعطيوه للعصفور. بصفه عام مثلا استهلاك البروتينات كما مثلا نعطيوه العظام، العظام. دونك نعطيوه العظام يعني نجم يعمل لنا امساك في صورة ما اذا ما عطيناش الخضروات. هذاك علاش الفواكه والخضروات مهمة، مهمين على الاخر كما عند الانسان او الحيوان نفس الحكاية، فهمت؟ لهنا دونك مهم وانه نعطيه الفواكه والخضروات. دونك من امراض، ثم امراض اخرى زادت تظهر بالجهاز ما حكيناش عليها، تظهر بالجهاز التنفسي، هي مرض السل. ثم السل والسل الكاذب هما زوز امراض اللي نجموا يصيبوا الجهاز التنفسي نتاع الواحد. دونك تلقاه كحه موجوده معناها تحسه، دونك صعوبه في التنفس، تؤدي الى فقدان الوزن وضعف والشهيه تنقص. دونك هذيك من العلامات نتاع الامراض اللي تصيب الجهاز التنفسي. فما زاد امراض اخرى اللي تصيب كما تصيب الدواجن كما كنا نحكيه، اللي عندها تلقيح النجم نلقحوا له العصافه، نلقحوا له من لو كما مرض نيوكاسل هذا اللي يمس، خاصه هو فيروسي يمس خطير، ينجم يؤدي الى نفوخ العديد من الحيوانات ومتواجد في جميع الطيور. دونك ينجم يؤدي الى نفوق الحيوانات اللي عندنا. هذاك علاش يلزمنا ثم امراض فيروسيه لازم تكون نعملوا لهم التلقيح، نعملوا للحيوانات نتاعنا التلقيح قبل ما لا قدر الله، لانه لو كان يدخل المرض
ما عادش نجم تعمل حتى شيء لانه مرض فيروسي في الاخر. معناه انه احنا يلزمنا بالحاجات البسيطه دي يلزمنا نحوي الحيوان اللي عنا ونحميه الحيوانات الكل ديجا اللي دايرين بيه طبعا. وديما التلقيح تصير للكل. وثم حاجه اخرى ديما نحكيه على حيوان مريض يلزمنا يعني نعزله. اول حاجه نقوم بها هي العزل نتاع الحيوان هذاك. ثم امراض اخرى زاده اللي تنجم تكون متواجده على العصافر كما مثلا القمل دونك موجود عنده خاص بالطيور دونك بالعين النجم نشوفها فهمتني موجوده في المنبره دونك تنجم تشوف في الجناح وكل عندك زاد مرض الجرب دونك تلقى الجرب يصيب بالجلد دونك في الثريات تصيب الجلد تلقاه يحك دونك وفي الاماكن تلقاه خشينه شويه تعمل القشره وكل تلقاه ثم حكه شديده دونك تلقاه العصفور يحك دونك لهنا هذوما كل علامات يخليونا نهزوا نستشير الطبيب البيطري باش نجموا نمنعوا الحيوان نتاعنا نمنعوا الحيوان نتاعنا. ديجا كما قلت معناها النجم يكون هو بالحق قاعد يتالم علاش ليه معناها نخليوه في الوجع والعذاب نتاعو نهزوه للطبيب البيطري ونجم يخفف له من الالام نتاعو وما المرض هذا ما ينتقلش للطيور اللي عاد. شكرا لك دكتور صالح. شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتبعوا فينا كما كنتوا تشوفوا الموضوع متاعنا شيق بالحق وممتع لجميع المغرومين واللي يحبوا العصافر واللي يحبوا يحميوا العصافر امتاعهم. شكرا لكم. الفيديو تلقوه بعد شوية على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياة فيم. كنت معكم اروى غيث كوتي ميكرو امن ابو خيط في الاخراج التقني. صحة الحيوان في علاقة بحياة الانسان في برنامج مع البيطري على الحياة فيم.